الانفجارات الغامضة عادت لتضرب الداخل الإيراني مرة أخرى، وهذا جاء بتفاصيل مثيرة للغاية من قبل الأوساط الإعلامية الإيرانية بنفسها، مثل صحيفة كيهان على سبيل المثال، أو حتى إيران انترناشنال تحدثوا بشكل مباشر بأن كان هنالك انفجارا في العاصمة الإيرانية طهران وفي البازار الكبير هناك، في إحدى المباني المكونة من 3 طوابق وفيها مستودعات ومخازن تجارية في داخلها. مساحة هذا المبنى تصل إلى 1000 متر. الانفجار طبعا كبير نسبيا، وكان هنالك مصابين أصيبوا بجروح، طبعا تصل درجة الإصابة والحروق إلى ما يقارب 50% إلى 70% بحسب ما نشر من تفاصيل عن هذا الانفجار. ولكن ما هو مثير بأن ما جرى هنا هو جرى تجاه مستودعات ومخازن للصمغ، لتخزين الصمغ، ليس هنالك أي أسلحة أو أمور نووية أو غيرها، وبالتالي تبدو وكأنها حادث. ولكن المشكلة الكبيرة بأننا كنا قبل 3 أيام أمام حادث مشابه بنفس الطريقة، ولكن في موقع مختلف. قبل 3 أيام الأحد الماضي من هذا الأسبوع، رويترز وأيضا الأوساط الإعلامية الإيرانية تحدثت بشكل واضح بأن هنالك حريقا وانفجارا قد جرى إلى شرق إيران في مشهد تحديدا في إحدى المستودعات الخاصة بالأجهزة المنزلية. شيء غريب أن تكون انفجارات أو حرائق تجاه مستودعات عادية بهذا الشكل. المثير بهذا الأمر بأن نحن نتحدث عن انفجارين أو حريقين جاءت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو في فترات متقاربة، وكنا أساسا الشهر الماضي أيضا أمام انفجارات غريبة من هذا الشكل وبنفس الطريقة، جاءت على سبيل المثال على مفاعل كيميائي يأتي إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران وإلى جنوب كرج بهذه الطريقة، انفجار ليس بالعادي أبدا. بالإضافة إلى ذلك كنا أيضا خلال الشهر الماضي أمام انفجار أيضا جاء في طهران في إحدى المستودعات بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وليست هنالك أسلحة أو أشياء خاصة موجودة. وأيضا في عباسبور في محطات أخرى للوقود كانت هنالك انفجارات بدت وكأنها حوادث ولكنها متقاربة للغاية ومثيرة للجدل. ويجب أن ننتبه هنا ما الذي قد يعنيه وما الذي قد تعنيه هذه الانفجارات. المسألة الأساسية بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على أغلب وعلى نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الموجود في الداخل الإيراني. الذي يقول هذه المسألة هو مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي وثق في أكثر من مقال في أكثر من معلومة بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على 80% من الاقتصاد في إيران. وكانوا قد ثبتوا في عام 2021 على سبيل المثال شركة خاتم الأنبياء، وتحدثوا عن تفاصيل بأن رأس المال آنذاك هو يصل ب 250 مليارا لهذه الشركة التابعة للحرس الثوري الإيراني، بل إنها تمتلك بحسب هذا التقرير ما يقارب 800 شركة. الآن توسعت الأمور، نحن نتحدث الآن في عام 2023 الأمور قد تغيرت تماما وتوسعت بشكل كبير، وبالتالي حتى بعض المصادر تتحدث بأن النسبة أصبحت أكثر من 80% بالنسبة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد في الداخل الإيراني. وهذا يعني أن مثل هذه الانفجارات هي لا تضغط فقط على الحرس الثوري الإيراني، وإنما تضغط أيضا على الاقتصاد الإيراني، خاصة وأن المركز الإحصائي الإيراني كان قد نشر تفاصيلا مثيرة مؤخرا عن طبيعة التضخم الشهر الماضي، وقارنها أساسا بعام 2022، ونشر تفاصيلا وأوضح على سبيل المثال بأن التضخم مستمر في الارتفاع رغم كل الأنباء التي في بعض الأحيان نسمعها بأن إيران لا مشكلة لديها، إيران تخلصت من الكثير من الأعباء والضغوط الأمريكية والعقوبات الغربية، إلا أن المركز الإحصائي الإيراني الذي ترونه هنا هو يوضح بأن الاستهلاك أو أسعار المستهلك في إيران قد ارتفعت بنسبة 55% في شهر مايو من هذا العام مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك أن أسعار المواد الغذائية أيضا في الداخل الإيراني لشهر مايو من هذا العام ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وبالتالي أنت تضرب في عصب الاقتصاد عندما تأتي مثل هذه الانفجارات. والمثير بأن هذه الانفجارات هي تأتي مع تطورات مهمة إيرانية في ظل الصراع النووي الكبير الذي تخوضه مع الغرب. فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان واضحا مؤخرا بأننا نريد الدبلوماسية
الدبلوماسية معك يا إيران، ولكن يا إيران إن اخترتي طريقا غير الدبلوماسية وغير الاتفاق بالمسائل الدبلوماسية فنحن في حقيقة الأمر سنتجه ببساطة إلى اتخاذ إجراءات أخرى. لدينا كل الخيارات متاحة على الطاولة كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنعك يا إيران من الوصول للقنبلة النووية وأيضا زيادة قدرات إسرائيل العسكرية للدفاع عن نفسها من إمكانية وصول إيران للقنبلة النووية. بالإضافة إلى ذلك أن كانت هنالك رسالتين قد أرسلت بمشاركة الحزبين إن كان الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي يوم أمس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكانت قد اطلعت عليها الجويش إنسايدر ونشرت تفاصيلها. وهذه الرسائل حثت الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفرض هو والدول الأوروبية آلية العقوبات السناب باك، العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة إذا ما وصلت إيران في تخصيب اليورانيوم. فجأة وقفزت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% التي ستمكنها طبعا من الوصول إلى القنبلة النووية. ولماذا هم يتحدثون بهذا الشكل وإيران أساسا الآن تخصب اليورانيوم بنسبة 60%؟ هي طبعا تأتي هذه الرسائل متزامنة مع ما صدر من مجموعة الدول الثلاثة الإي3، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاموا باجتماعهم مؤخرا ويوم أمس صدر بيان واضح جدا حول القضية الإيرانية والقضية النووية الإيرانية. ورغم كل الأنباء الإيجابية التي سمعناها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران وطبيعة الإجابات الإيجابية التي أتت بها في عدد من المسائل، إلا أن مجلس المحافظين أبدأ أسفه وأبدأ انزعاجه من طبيعة ما يجري مع المسائل النووية الإيرانية. فهم قالوا الآن إيران في نهاية المحصلة وفي نهاية المطاف مخزون اليورانيوم الخاص بها إن كان مما تخزنه مما هو نسبته 20% أو نسبته طبعا 60% مما تخصبه من اليورانيوم الآن مستمر بالارتفاع، وإيران مستمرة بإضافة أجهزة الطرد المركزية المتقدمة لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبشكل أقوى. وعلى الرغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قالت بشكل واضح بأن الإجابات الإيرانية حول مسألة رفع تخصيب اليورانيوم لإيران في نهاية شهر فبراير تقريبا إلى 83.7% قريبة من 90%، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الإجابات الإيرانية مقنعة وبأن هذا تقلب لتخصيب اليورانيوم. إلا أن طبعا مجلس المحافظين الآن وهذه الدول الثلاثة الإي3 التي تحدثنا عنها وجدت بأن إيران أبقت على قدراتها للوصول إلى هذه النسبة العالية ولم تتعاون في التقليل من إمكانية أن تقفز إلى 83.7% أو إلى 90%، بل هي تتقدم، هي توسع منشآتها بشكل كبير، توسع قدراتها للوصول إلى القنبلة النووية كما تتحدث طبعا وتحدث مجلس المحافظين. وليس هنالك أي عودة أو تعاون على مستوى الاتفاق النووي، بل إن حتى الزيارة التي قام بها رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في شهر مارس وقام باجتماعات وإيران أبدت تعاونها في هذه المسألة وفي المسائل النووية، إلا أن ليس هنالك طريقا قد وصل مع إيران، ووجدوا بأن التعاون ليس من ضمن التوقعات وبأن الأمور مخيبة للآمال كما صدر طبعا من هذه الدول في بيانها الرسمي، خاصة وأن التحولات النووية إن كان بالتخصيب العالي الذي تحدثنا عنه كان قد جرى ولم تكن هنالك كاميرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي الأمور ليست دقيقة، لا يرون ما يحدث بالضبط مع الإيرانيين، وبالتالي هم لا زالوا يجدون أن هنالك خطرا من أن إيران تقفز للقنبلة النووية. والبيان يأتي شديدا في اللهجة وفي الحديث، وذلك لسبب مهم، لسبب آخر يجب أن ننتبه إليه، ألا وهو تقارب إيران مع روسيا. فمع روسيا الآن تتقدم الأمور بسرعة بالنسبة لإيران، ليس فقط على المستوى النووي وفي تخصيب اليورانيوم، لا أبدا، وإنما حتى على مستوى امتلاك الصواريخ إن كانت الصواريخ البالستية أو حتى صواريخ فرط صوت، صواريخ الفرط صوت الهايبرسونيك ميسلز. على سبيل المثال إيران يوم أمس قامت باستعراض صاروخ جديد أطلقت عليه اسمه صاروخ فتاح، هو صاروخ طبعا فرط صوت سريع للغاية، خطير للغاية. دعونا نلقي نظرة على هذا الصاروخ الآن في الشاشة، وستلاحظ بأن هذا الصاروخ هو مكون أساسا من جزئين، الجزء الأساسي الخاص به طبعا يصل طوله إلى 3 أمتار و60 سنتيمترا، وهذا الصاروخ ليس عادي
عاديا أبدا، هو سريع للغاية، تصل سرعته إلى أكثر من 25 ضعف سعر أو عفوا سرعة الصوت. وبالإضافة إلى ذلك أن الرأس الحربية الخاص بهذا الصاروخ هو يستطيع على المناورة في وضعيات معقدة للغاية، وبأن لديه إمكانية عالية جدا في التوجه إلى أهدافه وتدميرها. من الصعب جدا بل تقريبا من المستحيل كما يتحدث الإيرانيون من مسألة أن يتم تعقبه من قبل الرادارات الخاصة للأطراف إن كان العدو حاضرا في التصدي، فإن هذا الصاروخ ليس عاديا حتى أنه يصل إلى مسافة 1400 كيلو مترا، وهذا الصاروخ يستطيع حمل الرؤوس النووية. هذه هي المسألة الخطيرة في هذا الصاروخ، ومع التقارب مع روسيا ومع التقدم النووي. فبالتالي وعلى هذا الأساس أن ظهور هذا الصاروخ أيضا هو يأتي بعد فترة وجيزة، فترة بسيطة من إعلان إيران لصاروخ باليستي جديد، ألا وهو صاروخ خيبر خرم شهر من الجيل الرابع، يصل مداه أيضا إلى 2000 كيلومتر. إيران تتقدم صاروخيا في البرنامج الصاروخي بشكل عال، وكذلك تتقدم على المستوى النووي بشكل عال. لذلك ليس من الواضح أن إيران قد تكون تقدمت في مسألة معرفة كيف تضع القنبلة النووية على هذه الصواريخ، وخاصة عندما نتحدث عن صواريخ الفرد صوت، بل إنها تحافظ وبدأت تحافظ على منشآتها وتحميها بشكل كبير، المنشآت الخاصة في البرنامج الصاروخي الإيراني، خاصة وأنهم تعلموا الدرس مما جرى من هجوم بثلاث طائرات مسيرة من طائرات الكواد كوبتر الإسرائيلية التي هاجمت هذه المنشأة العسكرية في مارس طبعا في أصفهان. فكانت قد ظهرت بأن عملية السقف الشبكي أو الشبكة الأمنية التي يضعونها بهذا الشكل كانت قد نجحت في عملية التصدي أو منع الطائرات المسيرة من تحقيق أهدافها. تقريبا انفجرت هنا الطائرة المسيرة التي ظهرت أمامكم، وبالتالي لم تؤثر نهائيا على المنشأة العسكرية من الداخل، وهذه كانت من المرات النادرة أن إسرائيل لا تحقق ما تريده عندما تستهدف منشأة عسكرية حساسة. اتضح بأن هذه المنشأة هي متصلة في عملية تصنيع الطائرات المسيرة التي ترسل إلى روسيا وتستخدم طبعا على أوكرانيا. إيران تعلمت من هذه المسألة، بالتالي بدأت تستخدم نفس الاستراتيجية بوضع هذا السقف الشبكي الأمني بهذه الطريقة لحماية منشآتها من التعرض لنفس هذا السيناريو. أين تم هذا الأمر يا ترى؟ إذا ما ذهبنا على سبيل المثال إلى أحد المنشآت الخاصة الصاروخية وهي منشآت شهيد همة إلى غرب طهران، كنا أمام طهران، هذه المنشأة على سبيل المثال سنلاحظ أن تمت مهاجمتها مرتين في شهر سبتمبر من عام 2021، ستجد بأنك كانت هذه المنشأة قد ضربت، بعد ذلك أصلحوا هذه المنشأة أساسا، ولكن في عام 2022 مرة أخرى استهدفت، وعلى هذا الأساس قالوا لنفعل نفس الشيء ما فعلناه في أصفهان ولنغطي السقف بالشبكة الأمنية بهذه الطريقة، وبالتالي أصبح السقف شبكي وأي طائرة مسيرة ممكن من نوعيات الكواد كوبتر أن تستهدفها لن تستطيع من اصطيادها. ولو لاحظنا بأننا أمام مبنى آخر، هذا المبنى أساسا لم يستهدف، هذه مسألة مهمة للغاية، أنت لست فقط أمام المنشآت التي استهدفت وإنما هذه المنشأة أيضا وضعوا نفس السقف ونفس طبيعة السقف وحموا هذا المبنى من مسألة الهجوم بالطائرات المسيرة، وهذا يوضح أن هذا المبنى أيضا وهذه المنشأة هي مهمة وحساسة للغاية، ولا يريد الإيرانيون أن تستهدف أو يتم تأخير تطوير البرنامج الصاروخي الخاص بهم. وهذا يعني ببساطة بأن هذا الشبك على الرغم من أنه يحمي هذه المنشآت إلا أنك إن وجدته فوق أي منشأة أخرى موجودة في الداخل الإيراني يعني أن هذه المنشأة مهمة، وهذا يفتح الباب للموساد الإسرائيلي أو الأطراف التي تعمل في الداخل ضد النظام الإيراني من أن تستهدف هذه المنشآت بمجرد ما تجد على الجوجل إيرث أو على الأقمار الصناعية مثل هذا النوع من الشبك فوق هذه المنشآت. لكن إيران تحمي نفسها ونفسها وتطور نفسها بشكل كبير على مستوى هذا الصاروخ، صاروخ الفرد صوت، صاروخ فتاح الذي تحدثنا عنه، حيث أنهم أعلنوا في شوارع طهران بهذا الشكل بأن هذا الصاروخ يستطيع أن يصل إلى تل أبيب خلال 400 ثانية فقط. صاروخ خطير للغاية، صاروخ ليس بالعادي أبدا، وأهم ما في الأمر بأنه قادر على حمل الرؤوس النووية. وطبعا
هذا لا يشكل فقط تهديدا على إسرائيل كما يتحدث الإيرانيون، لا أبدا، بل إن وجود هذا الصاروخ هو أيضا يهدد التواجد الأمريكي، إن كان في العراق، إن كان في سوريا، إن كان في السعودية، إن كان في الكويت، أو إن كان في أي دولة أخرى من الخليج العربي، فهذا الصاروخ سيكون أخطر على القواعد الأمريكية التي قد لا تكون متجهزة تماما لمواجهة مثل هذا النوع من الصواريخ. وأيضا يجب أن ننتبه بأن العراق أمام تحد كبير مع تحشيدات إيرانية تجاه أساسا شمال العراق وتجاه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة التي اصطدمت، وكانت هنالك قصفا كبيرا من قبل الإيرانيين نهاية العام الماضي تجاه هذه الأطراف في إقليم كردستان. هنالك تحشيدات وأنباء مستمرة عن التحشيدات الإيرانية تحديدا من القوات البرية الخاصة بالحرس الثورية الإيرانية العربية جديدة. اليوم كانت قد تحدثت عن 3 مصادر كردية أكدت عملية التحشيدات الإيرانية تجاه تحديدا محافظة طبعا السليمانية وتجاه حلبجة بشكل خاص في 3 مواقع، وأن هذه المصادر واحد من هذه المصادر هو عبارة عن ضابط في البيشمركة كان قد تحدث أن هنالك تحشيدات وتحضيرات إيرانية لضرب هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وبالتالي ممكن أن تكون هنالك تجربة لصاروخ الفرد صوت على هذه الأطراف، خاصة وأنهم يريدون النزع السلاحي من هذه الجماعات لأنهم يرون هذه الأطراف تهدد الأمن القومي الإيراني. مع ذلك رغم صعوبة كل الأمور والمواقف التي نتحدث عنها، إلا أن المصادر الإسرائيلية بشكل مفاجئ مثلها أرتس الإسرائيلية اليوم تحدثت أن هنالك تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للعودة للاتفاقية النووية، وبأننا لم يتبقى أمامنا إلا أسابيع حتى نرى عودة للاتفاق النووي، وبالتالي نحن أمام ضغوط وأمام دبلوماسية في نفس الوقت. هنالك محاولات للردع ومحاولات للتفاهم، واللعبة السياسية ليست سهلة خاصة مع إيران التي تجيد كثيرا التواصل والتعامل والسياسة الخارجية، وتجيد التعامل طبعا في مسألة العودة للاتفاقية النووية التي ترى الكثير من الأطراف بأنها ستكون مربحة لإيران.